مش طبيعي الجو. اكيد كلكم عارفين ان انا مش شخص رياضي بكل، فعلاش انا اخترت ان انا ندير فلوج على الميدان الرياضي الضخم هذا؟ اكيد فهمنا طبعا. انا انت شفت المنشور على قلنا في ميدان رجبي ضخم وتم تنفيذه في بنغازي، اكيد ما فيش زي اثنين اساسا في ليبيا ولا مرت حتى في دول ثانيه. وعند قريت الاهداف هذا اللي شدني هلبا، ان كيف قدروا يربطوا الرياضه بالسلام، وانا في فكره انا مرت يجيبوا ملاعبيه من مدن مختلفه، ولا انا كيف في انديه ولا فرق من مدن مختلفه ويديروا احياء للرياضه هذه ويربطوها بالسلام، كانت رقمه مش طبيعيه بالنسبه لي. وزدت تحمست اكثر ام تعرفت قصه المشروع والمؤسسه رجبي 2018 كيف قدروا يبدوا رغم البدايات الصعبه بالنسبه لهم انه يديروا حاجه بالضخامه هذه. انبهرت. فان شاء الله في الفيديو هذا حنعرفكم على رجبي الميدان هذا وكيف ندار المشروع وكيف عمليه ربطه بالسلام وكيف كل الحكايه هذه حنعرفها في الفيديو هذا، فان شاء الله يعجبكم. أول ما كملنا مشروع وبلاي فور يونيتي سنة 2016 لتوحيد منتخب الركبي وتأسيس أول منتخب سباعي سنة 2016، انتقلنا للمرحلة التالية وهي إنشاء ملعب ركبي في مدينة بنغازي، واللي هو حيكون الأساس القاعدة الأساسية لتثبيت الأهداف المتعارفة الحقيقية هي السلام واليونيتي للأجيال القادمة. وعن طريقها بدينا في عملية المفاوضات مع اليون دي بي في تأسيس ملعب الركبي داخل جامعة بنغازي واستضافة البطولة العربية سنة 2018. للأسف مصادر سنة 2018 الملعب افتتح في يوم العالمي السلام 21/9/2020، وإن شاء الله شهر 10/2021 حتكون استضافة البطولة العربية في بنغازي. التحديات الأكثر كانت عندنا لو هي كيف نقدر نحافظ على مجموعة اللاعبين ونقدروا عن طريقهم نأسسوا أكبر مشروع لمدة 7 سنوات حيكون داخل جامعة بنغازي اللي هو اسمه المنطقة الخضراء Green Zone Safe Space for Youth. المشروع هذا حيمتد فترة طويلة بكل داخل الجامعة واستهدف أكثر من 5000 طالب، والهدف تاعنا الحقيقي هو إنشاء دوري كليات ودوري جامعات داخل الملعب هذا وتأسيس قادة وخلق جيل ممتاز بكل يطلع من مدينة بنغازي والملعب الركبي. حتى بمفهومنا البسيط وبعيد على أمتى إحنا بنربط الرياضة والسلام، زمان أمتى كانت في نشاطات رياضية في بلادنا أكيد هي بطريقة ما أو بأخرى هي عبارة عن قاسم مشترك على وجود الازدهار والحضارة ولا التطور، لأن أمتى كانت في مباريات أو منافسة بين فريق وفريق في مدن مختلفة أكيد تخلي فينا إحنا مثلا جمهوري تبع في الفريق هذا نعرفه على مدينة الفريق الثاني ولا نتعرفه حتى ولو كانت على المدينة بس أو نادي هذا من وين. فبطريقة أو بأخرى وبأبسط مفهوم الرياضة جزء كبير من التطور ومن السلام. يعني إحنا منبوش ممكن صعب أن نشرح كيف خشية السلام في الرياضة، لكن بمفهومنا البسيط جدا هي جزء بطريقة أو بأخرى. الركبي أثر فيه تأثير كبير في حياتي، لأن يعني كيف جاتني في وقت كان وقت حرب ووقت ضيق في النفس وكل حاجة عرفت، وكيف إن خلتني حتى نتعرف على ناس أكثر عرفت، إن في ناس تعرفت عليهم من المنطقة الغربية في ليبيا ما كنتش أتوقع إن نقابلهم في اللحظات هذه، لأن كانت لحظة بلادنا مسكرة ومنطقتنا مسكرة وكل حاجة، لكن هي قعدت كيف فضل التلفزيون في حوشك يوريك على العالم، الركبي قاعد التلفزيون في قاعد كيف التلفزيون في منطقتي في قاعد حياتي كلها عرفت، نتعرف عليها بناس نتريح نفسيا حتى ما نتقابل معاهم وكل حاجه عرفت. انا ما عنديش هلبا كلام نقوله، اظن اساسا ما فيش ما ينقال. قصدي انا شخص ما يحبش الرياضه بكل، والامكان هذا شدني بطريقه مش طبيعيه. ميدان الركبي مدعوم من الاتحاد الاوروبي، ان شاء الله نقدر نشوفه وطبعا بالشراكه مع جهات محليه زي جامعه بنغازي وبلديه بنغازي، ان شاء الله نقدر نشوفه ميادين زيه او افكار مشابهه زيه، هو اكبر او حدا بنفس المستوى اكيد حيديروا تغيير كبير في ليبيا، وكان قاعد يجيب في ناس من طرق تفكير مختلفه. ان شاء الله قدرتوا تتعرفوا من خلال الفيديو هذا او الفلوج هذا على ميدان هذا، وان شاء الله تقدروا تكونوا جزء او تساهموا فيه او تشجعوا ان يكون عندنا امكانات زيه اكثر في ليبيا.